جراحات التجميل هي اللي خلقت أو عملت شكل رائع جدا لنجمات هوليود مثلا اللي أبهروا العالم بشكلهم وبالجاذبية اللي هي عليهم. علم جراحات التجميل علم واسع جدا يتضمن جراحات الجمال، وأنا في تحضير الدكتوراه بتاعتي اخترت جراحة تجميل الأنف لأن أنا كنت بحب الجزء ده جدا، واتأثرت بأساتذتنا اللي كانوا بيشتغلوا تجميل الأنف. جراحة المليمترات، جراحة اللي بنقول عليها لازم تتعمل بدقة شديدة جدا، جراحة مش مستعجلين فيها، فاتخاذ القرار فيها لازم يكون بهدوء وتروي. لازم نبقى عارفين إن شفط الدهون هو عملية كلاسيك أضيف ليها بعض الأجهزة زي الفيزر والجي بلازما لشد الجلد، ولكن تظل خطوة من ضمن خطوات شفط الدهون، وتظل خبرة وإيد الجراح بتفرق جدا جدا في النتائج. منظرك وانت ممشوق القوام بجروح في أماكن مخفية وبنشتغل فيها بعد كده بالليزر والكريمات وكل الوسائل الجديدة دي أحسن من كمية الجلد اللي بيبقى مترهل كأنك لابس هدوم مش هدومك أو جلد مش جلدك. الجلد واسع عليك جدا، ده ما عادش جلدك. مين اللي يصلح معهم شفط الدهون؟ السؤال ده سؤال مهم جدا، لأن بعض الناس بتتخيل إن شفط الدهون دي عملية سحرية بتحول حياة الإنسان من شكل لشكل. الدكتور أحمد الشريف مدرس جراحات التجميل بكلية طب المنصورة، استشاري جراحات التجميل، دكتوراه تجميل الأنف. الجمال مسألة نسبية ومقاييسه بتختلف من عصر لعصر ومن مجتمع لآخر. من 100 سنة على سبيل المثال في مصر والوطن العربي كانت السيدة البدينة مفضلة عند الجميع، حتى في أشهر أغاني الزفاف كان سيد درويش بيقول دي عروسة البيه تعالبنا نسندها له. طبعا دلوقتي الذوق اختلف تماما، والرشاقة في كل العالم واحدة من أهم مظاهر الجمال. دلوقتي في أمريكا يعتبر الشعر الطويل والكثيف مع البشرة البرونزية والوجه الخالي من التجاعيد أهم مظاهر الجمال. في كينيا يحبوا شحمة الأذن تكون طويلة، علشان كده بيحاولوا يمطوها باستخدام عاجل فيل. في كتير من دول إفريقيا جمال شعر المرأة إنه يكون قصير زي شعر الرجالة. في الصين واليابان الشعر الطويل والبشرة البيضة. في تايلاند الرقبة الطويلة. أما جمال الأنف فيعتبر من الثوابت المتفق عليها في العالم أنه من أهم مظاهر الجمال. توازن حجم الأنف طولاً وعرضاً وخلوها من الإعوجاج وتناسقها مع ملامح وباقي أجزاء الوجه، علشان كده في إحصائيات البحث عن الجمال بتتصدر عمليات تجميل الأنف قائمة عمليات التجميل في كتير من بلدان العالم. اهلا بيكم. بلا شك انه عالم التجميل ده عالم مثير ومهم جدا في حياه اي انسان، لكن في عالم المشاهير الامور بتتعاظم، لانه جراحات التجميل هي اللي خلقت او عملت شكل رائع جدا لنجمات هوليود مثلا اللي ابهروا العالم بشكلهم وبالجاذبيه اللي هي عليهم. بلا شك كمان انه مش كل اللي احنا شايفينه دلوقتي هو ده اللي كان موجود. الناس دي تعبت، الناس دي عملت مجهود عشان توصل، مجهود بقى في انها تحافظ على وزنها والى اخره، لكن في حاجات كتير. يعني معاناه الجراحات مش معاناه برضو سهله، لازم يكون فيها اراده ان انا عايز اعمل الحاجه الصح. لما نشوف بعض نجمات هوليود قبل وبعد هنلاقي انه فعلا جراحه التجميل ده هبه اللي هي عظيمه، ربنا اعطانا علم مهم جدا اسمه علم جراحه التجميل. مثلا يعني دي كاميرون دياس، لو خدت بالكم كانت عندها مشكله في الانف، من الناس اللي كان عندها مشكله في الانف، فعملتها اختلفت شكلها، بقت ملامحها اكثر. طبعا في حاجات تانية غير تجميل الانف اجريت ليها. انجلينا جولي اللي هي واحده من الناس الاتراكتيف جدا في العالم، برضو كان عندها مشكله في الانف واتعملت. جينيفر أنيستون دي برضو كان عندها مشكلة في الأنف ومديها شكل طفولي، شوف الجمال التغيير قد إيه. ساندرا بولوك نفس الكلام، اللمسات البسيطة، ساندرا بولوك لمسات بسيطة، وغيرها وغير بيونسي، نيكول كيدمان،
كل دول أجروا جراحات تجميل. يعني دي نيكول كيدمان، شوف الفرق باين جدا بين قبل وبعد. وطبعا الفيلر له دور، البوتوكس الوزن نفسه لما قل له دور، تاتش جراح تجميل مهم جدا. ده في الوش، في الجسم بقى كلهم كلهم بلا استثناء خضعوا لجراحات تجميل في الجسم، كلهم بلا استثناء ربما لجأوا إلى شفط الدهون وتنسيق القائم. يعني جينيفر لوبيز ليست هذه جينيفر لوبيز إلا نموذج للتقدم العلمي في عالم جراحة التجميل، وغيرها وغيرها كتير. تعالوا نفهم النهاردة هذا العالم المثير جدا مع اسم متميز للغاية في عالم جراحة التجميل، واسم بارع ما شاء الله، أكاديمي من طراز رفيع. دايما الأكاديميين مميزين جدا. أكاديمي يعني هتسمع كلام up to date، هتسمع أسلوب علمي منضبط جدا، عارف حدود العلم فين، لأنه في جراحة التجميل في ناس ممكن تشطح، والشطحة في جراحة التجميل تمنها بيكون غالي قوي، سواء اللي يشطح المريض أو لا قدر الله الدكتور. ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور أحمد الشريف، مدرس جراحات تجميل بكلية الطب واستشاري جراحات تجميل، صاحب دكتوراه في عالم جراحات التجميل، وطبعا يعني سبيشالي في تجميل الانف كمان هنتكلم عليه اكيد، ولو ان الانف هنأخرها للاخر كما يقولون ختامه مسك. اهلا بك. اهلا بحضرتك دكتور ايمن. لماذا اخرت الانف في الاخر؟ هو علم جراحات التجميل علم واسع جدا، يتضمن جراحات الجمال، وانا في تحضير الدكتوراه بتاعتي اخترت جراحه تجميل الانف لان انا كنت بحب الجزء ده جدا، واتاثرت باساتذتنا اللي كانوا بيشتغلوا تجميل الانف، وجزء مهم دقيق بيفرق جدا في حياته وشكل العيان. وكمان على فكره الحق، يعني في كتير قوي من الناس اللي بتشتغل جراحه تجميل بيهربوا من تجميل الانف. دي حقيقه، دي حقيقه فعلا. هبدا بشفط الدهون الاكثر شهرة. اكيد طبعا. طب انا عايز اتكلم على الاماكن شفط الدهون، هتحكي لي بس مين الاماكن اللي انت شايفها سهله وتمام وامنه، والاماكن اللي محتاجه تركيز اكبر؟ الاماكن اللي محتاجه دقة أكتر في عمليات شفط الدهون هي الأماكن اللي في الأطراف، زي الدراعين والساقين والفخذين، لأنها أماكن متحركة، شكل الدهون وتوزيعها بيختلف حسب وضعية الطرف، وبالتالي ده لازم يكون في دماغ الجراح وهو بيشتغل. بالإضافة لذلك هي وجود أعصاب مهمة جدا، أعصاب حسية وحركية مغذية للعضلات دي، فلازم نبقى حافظين أماكنها كويس جدا وعارفين حدودنا في الشفط عشان ما نأثرش على الوظيفة دي، زي الدراعات وزي الساقين. النقطة الثانية المهمة، مين اللي يصلح معهم شفط الدهون؟ السؤال ده سؤال مهم جدا، لأن بعض الناس بتتخيل إن شفط الدهون دي عملية سحرية بتحول حياة الإنسان من شكل لشكل. الناس اللي يصلح لهم شفط الدهون هم اللي وزنهم معدل كتلة جسمهم 35 فيما أقل. اللي معدل كتلة جسمهم 40 فما فوق لا ينصح بعمليات شفط الدهون، مش عشان هي غلط، لكن مش هتحقق لهم النتائج اللي هم مستنيينها. معدل الكتلة من 35 ل 40 يصلح ليهم شفط الدهون في ظروف معينة، لكن لا يبقى عارف أو السيدة تبقى عارفة إن وزنها مش هيقل مع العملية. سؤال مشهور جدا بيسأل في العيادة، أنا هقل بعد شفط الدهون كام كيلو؟ بقول لها ببساطة أنت مش هتقلي، ممكن تخرجي بعد العملية نتيجة التورمات اللي بتبقى موجودة تحت الجلد بنفس الوزن تقريبا، مع اتباع نظام غذائي والرياضة والكميات الدهون اللي حشفطناها والورم اللي بيروح، ممكن تقلي من 3 ل 5 كيلو ماكسيمم بعد العملية، وده بعد شهرين لتلاتة. أنا مش بعمل العملية علشان أنزل وزنك، أنا بعمل العملية عشان أغير مقاسات هدومك أو إن أنا أنسق القوام بتاعك. أنا مش بديل للدايت ومش بديل لعمليات السمنة اللي بتقلل وزن الإنسان. إيه طرق شفط الدهون المشهورة؟ يعني بالترتيب أكيد من الأقدم إلى الأكثر حدث. طبعاً هي فكرة شفط الدهون دي فكرة أول ما ظهرت، الفكرة كلها أنه اعتمد زي ما يكون بيعمل كحت للدهون من تحت الجلد دون حقن أي سوائل، كانت طبعاً مصحوبة بمشاكل كتيرة جداً ومعدل فقدان للدم كبير جداً. بعد كده تطور طرق حقن المحاليل وتركيبها واللي بتستخدم لإذابة الدهون من فترة لفترة علشان نقلل معدل فقدان الدم، وبالتالي أقدر أشفط كميات أكبر. كانت القصة كلها في الأول بتتعلق بكميات الدهون، هنشفط قد إيه وهنقدر نشفط قد إيه. بعد كده ظهرت فكرة إن إحنا في أماكن نقدر نشفط فيها دهون عميقة وأماكن تانية نقدر نشفط فيها دهون عميقة وسطحية، عشان أحاول أرسم منحنيات مثالية للرجل وللأنثى، للرجل برسم العضلات الظاهرة في جسمه
وللأنثى برسم المنحنيات الأنثوية عشان نوصل لشكل مثالي. وما عادتش الفكرة فكرة كم الدهون اللي هشفطه. تطورت بعد كده الأجهزة المصاحبة لعمليات شفط الدهون زي وجود الفيزر والجي بلازما، ده كله علشان شد الجلد إلى حد ما للترهلات البسيطة والمتوسطة. وده برضو مهم جدا، لازم نبقى عارفين إن شفط الدهون هو عملية كلاسيك أضيف ليها بعض الأجهزة زي الفيزر والجي بلازما لشد الجلد، ولكن تظل خطوة من ضمن خطوات شفط الدهون، وتظل خبرة وإيد الجراح بتفرق جدا جدا في النتائج. السؤال بقى، يعني بعد جراحات السمنة ظهرت مشكلة كبيرة عند الناس اللي خسوا من جراحات السمنة دول، خسوا في ناس منهم خست مثلا فقدت 100 كيلو أكيد. جالهم أو بيعانوا من ترهلات، وعلى فكرة حكاية الترهلات دي عملت فيدباك عند الناس اللي داخلة تعمل الجراحات دي، قلقتهم، في ناس تراجعوا عن الجراحة بسبب أنهم خايفين من الترهلات. لا طبعا، هو أولا جراحات السمنة دي بتغير حياة الناس طبعا، بتحميهم من مشاكل صحية، حاجة طبعا أدرى مننا بيها 180 درجة بالظبط، فهو بيحمي حياته ده في الأول. الترهلات اللي بتحصل بعد فقدان الوزن، أول حاجة بننصح العيانين ان هم يشربوا ميه كتير ويلعبوا رياضه بحيث ان الجلد بتاعهم يتشد، وما نضطرش نلجا لجراحات الشد الا في مناطق معينه. يعني المناطق البسيطه لو لعبنا رياضه وشربنا ميه، ده هيساعد ان احنا ما نشدش الاماكن دي. ويتبقى الشد في منطقه او اتنين بنستخدم فيهم طرق الشد الكلاسيك العاديه اللي هي من خلال جروح للاسف. ولكن انا دايما بقول للعيان، منظرك وانت ممشوق القوام بجروح في اماكن مخفيه وبنشتغل فيها بعد كده بالليزر والكريمات وكل الوسائل الجديده دي، احسن من كميه الجلد اللي بيبقى مترهل كانك لابس هدوم مش هدومك، او جلد مش جلدك. الجلد واسع عليك جدا، ده ما عادش جلدك، لازم نشيله. وطبعا الاجهزه الحديثه اللي هي زي الفيزر والجي بلازما مش الحل، لازم في اغلب الناس اللي عملوا عمليات التكميم او تحويل المسار او الساسي ان احنا بنلجا في النهايه الى شد جراحي في منطقه او اكتر. سؤال مهم بقى، في اجهزه بديله، حاجه بديله عن شد الجلد تقدر تعمل شد في الجلد؟ لا. الاجابه لا. لا، يبقى اي حاجه يعلن عن ده يعتبر نصب. لا، الترهلات العنيفه مفيش حاجه جهاز يشد الترهلات اطلاقا، الكلام ده كله نصب اطلاقا. حتى في اوروبا لو حاجة متابع جيد للأوروبيين، فرنسيين مجرمين أي نوع من التجاوزات، هم بيلجأوا كمان لجراح للشد في حالات إحنا لو قلنا للعيان فيها بسبب الميديا وبسبب الدعاية بتاع بعض الدكاترة، لو قلنا لهم لا إحنا مضطرين نعمل شد بيزعلوا. لكن الحقيقة في أوروبا حتى بيعملوا شد لحالات رفيع بسيط جدا، لأنه عارف أن ده الحل النهائي الأكيد. لا، فأنا بتكلم على فرنسا تجرم وجود أجهزة لشد الترهلات. في أجهزة لسه لحد دلوقتي مش معترف بها منظمة الصحة الدولية. يعني تجرم، يعني المركز اللي فيه بيعلن إنه عنده جهاز بيشد الترهلات بيقفله له. ده في أجهزة بتشد الترهلات من غير جراحة أصلا، من غير أي حاجة. بيقفله له المركز في فرنسا طبعا. يعني ما فيش، ممنوع تمام بالزبط. طب هنروح لقضية تانية مهمة قوي، وعلى فكرة برضو الثدي عند المرأة والثدي عند الرجل. هتكلم عن الثدي عند المرأة الأول، لأنه في كتير من الستات وخصوصا بعد جراحات سمنة يخسوا، أو بعد الحمل والولادة، عشان نوسع السبيكترم بتاعنا، بيحصل لهم إن الثدي ينهار. تمام، إيه القصة دي؟ هو أنا هاخد من سؤال حضرتك لفظ ينهار. الحقيقة إن إحنا دايما بحكم السوشيال ميديا الناس تسألنا على بعض الأسئلة في العمليات، نبدأ نرد عليهم بتفاصيل. السؤال الوحيد اللي ما بقدرش ارد عليه في اي تفاصيل او خطه علاجيه هو الثدي، لان الثدي ده عباره عن غده جوه دهون وفي نفس الوقت فيه جلد. ممكن تكون المشكله في الغده بس مش في الجلد، المشكله في الجلد بس مش في الغده، او مشكله في الاثنين. وبالتالي اقدر الخص مشاكل الثدي في السيده في حاجتين، يا اما ضمور في الغده او ترهل في الجلد او الاثنين مع بعض. وبالتالي انا بشتغل على العنصر ده باستخدام اللي هو ضمور الثدي مثلا، باستخدام حشوات السيليكون او حقن الدهون. بشتغل على الجلد عن طريق طبعا قص الجلد ده لما يسمى بجراحات رفع وشد الثدي، او تصغير الثدي لو انا هقص جلد معاه. فبالتالي حته ان انا ادي اجابه لكل السيدات او خطه علاجيه من غير ما نفحص، ده مستحيل في الثدي بالذات. المنطقه دي بالذات محتاجه دقه
متناهية في تحديد القرار اللي هنعمله. هل هنحط حشوة سيليكون بس؟ هل هنرفع بس؟ هل هنحط حشوة سيليكون مع رفع؟ ده كله بيختلف، حتى شكل ومكان الجرح بيختلف حسب الترهل. حشوة السيليكون ممكن ترفع من 3 ل 5 سنتي ماكسيموم وتشد الثدي. أكتر من كده يبقى لازم هلجأ لجراحات الشد مع الحشوة. طيب شكل الجرح ممكن يكون حوالين الحلمة والهالة بس، ممكن يبقى كمان شكل اللولي بوب اللي هو حوالين الحلمة والهالة وبالطول. بعد كده ممكن يبقى شكل جي شيبد أو إل شيبد أو انفيرتي تي اللي هو واخد حوالين الحلمة والهالة وبالطول وفي ثانية الستر. فده كله بيختلف من سيدة لسيدة. السؤال بيطرح نفسه، أنواع الحشوات، أنواع السيليكون نفسه، هل في ستات بتهتم انها تسالك انواع السيليكون؟ طبعا ده مثقفين جدا ودي حاجه تبسط. حلو قوي. اولا هو حشوات السيليكون كان في الجيلين، الجيل بالنسبه اللي يهم الناس الجيل اللي هو الاملس والخشن. الحشوات الخشنه دي جينا في 2019 الابحاث قالت ان احنا يفضل ما نستخدمهاش وهي منعت في مصر، ونستخدم الان الحشوات الملساء وده مهم جدا. الملساء دي تقريبا المشاكل معها شبه معدومه. في انواع بقى او يعني انواع السيليكون بتختلف في حسب الشكل، في شكل تير دروب او الشكل الاناتوميكال اللي واخد شكل الثدي او الشكل نص كروي، في حسب المصدر، في انواع من اوروبا وفي انواع من امريكا. ده كله بنشرحه للعيانه قبل ما نحط فيها الجهاز، لان ده حقها تبقى عارفه ايه اللي هيتحط في جسمها، وجسمها ده اغلى حاجه عندنا وعندها برضه، فلازم نبقى عارفين وهي عارفه احنا هنحط حشوه نوعها ايه ومقاسها ايه وجايه منين وشكلها ايه. الدهون وحقن الدهون تقييمك له ايه في تكبير الثدي او التعامل مع مشاكل الثدي؟ السؤال ده الحقيقه برضو احنا احب اوضح ان بعض الدعايه وصلت للسيدات ان حقن الدهون هو الحل الفيرست تشويس عندنا، وده الحقيقه لا خالص، اللي هو الحل الامثل واول حاجه واول لا خالص. دايما حقن الدهون حل كويس جدا في اماكن تانية، لكن في الثدي بالذات لا. دي المدرسه الاصح، دي المدرسه العلميه، دي المدرسه الاكاديميه اكيد. ليه؟ لان حقن الدهون مثلا ما بترفعش الثدي، الدهون ممكن تزود حجم الثدي لكن على وضعه، بمعنى ان انا لو حقنت دهون لسيده تعاني من ثدي مترهل الترهل مش هيتحسن، ربما يزيد، ممكن بتقل الدهون يزيد. ده حل، ده اول سبب. السبب الثاني ان الدهون بتحتاج ممكن جلستين وثلاثه عشان اوصل للحجم اللي انا عاوزه، لانها في الاخر بيبقى فيه فقد للدهون دي. الحاجه الثالثه ان الدهون بتعمل تليفات على عكس ما الناس فاكره، لان انا بحقن الدهون عشان احقنها صح بحقنها داخل الغده اللبنيه، ده نفسه ممكن يعمل تليفات، وبالتالي الرينج او المدى السيدات اللي احنا ممكن نستخدم فيهم حقن الدهون هو مدى ضيق جدا بالنسبه للناس اللي بنستخدم لهم حشوات السيليكون. لكن حديثا ظهر بقى ان احنا ممكن نعمل حشوات السيليكون ونعمل معاه حقن الدهون عشان نزود، نعمل ميديال فولنس او ان احنا نعمل ابراز للجزء الداخلي والعلوي من الثدي اللي ممكن ما يكونش السيليكون بيحققه قوي. لكن حقن الدهون لوحده كحل ده نسبته قليله جدا، او يعني مش الفيرست تشويس او الخيار الامثل في كل الحالات. تكبير ورفع الثدي يتعمل مع بعض، ممكن يتعملوا مع بعض. هروح بقى للانف، يعني ختامه مسك. جراحه المليمترات، جراحه اللي بنقول عليها لازم تتعامل بدقة شديدة جدا، جراحة مش مستعجلين فيها، فاتخاذ القرار فيها لازم يكون بهدوء وتروي. احكي لي الأول وضعية هذه الجراحة ايه في مصر دلوقتي؟ هي الجراحة دي الحمد لله في مصر جيدة جدا. ولكن يجب زي ما حضرتك قلت نختار الجراح اللي هيعمل تجميل الأنف يكون عنده خبرة وعدى عليه حالات كتير، لأن أكيد تجميل الأنف لأول مرة نتائجه بتكون مضمونة أكتر أسهل، وما بنحتاجش ان احنا نخش في اماكن تانية. يعني قريبا جدا اشتغلت حاله كانت عامله عمليتين قبل كده غير ناجحين، وما كانش فيه غضاريف في الانف تماما، حاجه يعني مشهوره جدا لبعض الناس وبقت موجوده في مصر. الحاله دي عشان نوصل لنتائج 80% من اللي كانت ممكن توصل له لو كانت عملتها صح من اول مره، اخذنا ضلوع من القفص الصدري، اخذنا سوفت تيشو او نسيج لين نحط فيه الغضاريف المتفتته من فروه الراس، وطبعا اشتغلنا في الانف، فاشتغلنا في ثلاث اماكن، وطبعا جراحه مده اطول، والنتائج هتكون 80% من اللي كنا نقدر نوصل له لو كانت عملت صح من اول مره. فهي جراحه دقيقه جدا لازم يكون ليها علم وابديتد،
والمدارس فيها اتغيرت من زمان لدلوقتي. هو كل جراحات التجميل فيها جزء علاجي نفس الشكل جزء، لكن جراحة تجميل الأنف فعلا جزء العلاجي فيها شيء مهم جدا جدا. وزمان كان جراحين التجميل يهتموا بالشكل بس، ويقولوا الجراحين الأنف والأذن اهتموا بالوظيفة، وجراحين الأنف والأذن اهتموا بالوظيفة يقولوا جراحين التجميل اهتموا بالشكل. الحقيقة ده ما عادش موجود. هو جراح تجميل أنف المفروض أنه ملم بالشكل وبالوظيفة. يعني أنا كجراح تجميل أنف عندي في عيادتي منظار أنفي، بخش أشوف إيه الوضع بالنسبة للحاجز الأنفي والغضاريف الداخلية، ولازم أكون عندي القدرة على التعامل معه، وإمتى هعمل استعدال كامل للحاجز الأنفي، وإمتى هعمل كي للغضاريف أو إزالة ليها كاملة عشان أوصل لوظيفة مع شكل. فتجميل الأنف عملية إصلاح وظيفي مع شكلي، ولازم الجراح يكون عنده الخبرة في المجال ده وفي المجال ده. هنا مثلا دايما الأنف في توصيفها أو في وصفها على الشاشة عاملة زي ما يكون بتوصف خطة يعني حرب أو خطة علاجية ودقة بتقعد تفكر. طبعا لازم أولا خط التجميل الأنف من الحاجات اللي احنا لازم نفحص فيها العيان كويس جدا وظيفيا وشكليا، ونشوف الصور بتاعته. يعني لازم عينينا ساعات بتجيب حاجات احنا ما شفناهاش مع الفحص. ولازم نحط في الخلفية بتاعتنا ان الراجل ده أو العيان ده سيدة أو رجل. لازم نعرف الخلفية الثقافية بتاعته جاي منين، من مصر، من الخليج، من أفريقيا، لأن كل واحد له شكل معين في هو متقبله. يعني ما ينفعش حد يكون في منطقة الخليج العربي وأصغر له أنفه قوي، ده مش مقبول أبدا، يبقى كده بعمل له مشكلة في حياته. زي برضو الرجل غير السيدة، مقدمة الأنف في السيدة ترتفع بصورة أكبر من الرجل. هنا الرجل اللي قدامنا ده شاب جميل جدا بيعاني إن أنفه طويلة وفيها عضماية اللي هو بيسميها عضماية، لكن هو في الحالة دي أغلب العضماية دي غضروف. إحنا عملنا رفع للمقدمة بسيط وتقصير للأنف بسيط وإزالة للعضماية. الحرفنة بقى إن كل ده مليمترات بالظبط، ما زودش عن كده. لا، لأن لو زودت عن كده ممكن نقلبه لشكل أنثوي سوي. وأنا دايما أقول للناس إحنا مش وظيفتنا، وده تطور، إن إحنا ما نطلعش كل الناس نفس المناخير. يعني حضرتك ممكن تتابع بعض المذيعين والممثلات، لا الممثلات تلاقيهم نفس المناخير ده في بلاد معينه البلد كلها مناخير واحده بالظبط. فانا بسميهم فيلر واحد بالظبط. انا بسميهم انتوا كده لو كلنا شبه بعض مليمترات يبقى احنا هنطلع كلنا زي باربي. الشكل لو الرجل زي السيده تبقى حاجه صعبه جدا. الشاب الجميل ده كان بيعاني من انف طويله جدا منحرفه جدا، وكانت مسببه له مشكله نفسيه. واحنا احيانا بنخاف من الناس اللي بيبقى عندهم في الاول متوترين من تجميل الانف، لانهم احيانا ما بيكونوش راضيين عن العمليه مهما حضرتك عملت له، وبالتالي ده برضو لازم نحطه في الحسبان. لكن الحمد لله ربنا وفقنا وبرضو قصرنا المناخير ورفعنا المقدمه بصوره بسيطه بحيث ان هي تدي له شكل رجولي ذكوري، وفي نفس الوقت يبقى هو فرحان بيه مع استعداد للوظيفه. الطرق الافضل كلوز ولا اوبن؟ انا بقول ان كل واحد كل شيء له طريقه. اللي تقدر تحقق بيه النتائج بتاعتك المثالية اشتغل بيه. لكن الأكيد ان احنا دلوقتي الفلسفة بتاعتنا اتطورت في تجميل الأنف من فكرة احنا بنقص قد ايه لفكرة احنا بنسيب قد ايه، وفكرة ان انا بحافظ على الأربطة اللي موجودة ما بين الغضاريف والعظام على قد ما اقدر، طالما انا رباط معين او علاقة معينة بين غضاريف انا ممكن اتجاوزها، مش لازم افتح المناخير زي زمان اللي هي فكره اوبن بوك افتحها كلها عشان وارجع اركبها تاني. انا كانت رساله الدكتوره بتاعتي ان احنا بناخد الحاجز الانفي بره الجسم خالص نستعدله ونرجعه تاني. لكن بعد التطور في الشغل لا، انا كل ما اقدر اسيب اي جزء في الانف في مكانه عشان اوصل للنتيجه اللي انا عاوزها اسيبه في مكانه. طيب امتى اقول ان انا مش هعمل عمليه؟ موانع ما ينفعش. اولا في حاجات كتير جدا انت قلت واحده منهم على فكره، اللي هي مشكله ان المريض يبقى عنده مشكله نفسيه شايف مشكله نفسية احنا مش شايفينها. يعني الناس على فكره دي حاجه خطيره جدا. يعني ده يعني في كان زمان في مسلسل اسمه ليه انت ما اعرفش شفته انت ولا لا؟ لا ده لازم تتفرج عليه. هو مسلسل قصير بيتكلم على اتنين جراحين تجميل بيواجهوا مشاكل، ممتع لجراحين التجميل جدا. هو قديم المسلسل ده اعتقد من 15 سنه. فمن ضمن الحاجات انهم كانوا بيواجهوا مرضى عندهم اللي هو الهوس، اللي انا عايز اعمل جراحه تجميل وخلاص بالظبط. ده اول سبب ان احنا ناخد بالنا منه، ويمكن ده السبب الاهم. في اسباب تانية ممكن تتغير بعد كده، اهمها ان العيان يكون عمل خبطه او حادثه او عمل عمليه قبل كده
في فترة ما تجاوزتش 6 شهور لسنة. يعني يعمل عملية بعد شهر على النتيجة مش عجباني، أنا عاوز أعمل عملية تانية. حبيبي ما ينفعش، في التصاقات دلوقتي، الشكل النهائي ممكن يتغير خلال 6 شهور، ممكن يتغير خالص. فده أهم حاجتين، العيان اللي عنده مشاكل ومش متقبل أي شكل الأنفه، أو العيان اللي مستعجل يعمل عملية هو كان عامل عملية قبل كده أو مخبوط فيها قبل كده. السؤال الأشهر بقى، إمتى تظهر النديه؟ إمتى خلاص؟ في حاجات بتظهر من أول يوم زي العظمية البارزة، تمام؟ لكن أغلب النتائج 70% من النتيجة هيظهر على مدار الشهر الأولين، ويتبقى 30% هيظهروا من 3-6 شهور وأحيانا سنة. ولازم العيان يبقى فاهم كده، هما 30% بس هياخدوا سنة، 6 شهور لسنة عشان يظهروا، وبيفرقوا كتير جدا. بس بيبقى من أول يوم بيبقى مبسوط طالما المشكلة فعلا اتحلت، هو طبيعي ما عندوش مشكلة. طبعا في حاجات هتروح، في حاجات الجزء السفلي من الأنف ده بالذات الورم فيه بيستمر شوية لأنه جزء رخ، وبيروح خلال 3-6 شهور إن شاء الله. إيه اللي أنت الرسالة اللي أنت نفسك تبعتها لكل مريض يذهب إلى عيادة جراحة التجميل؟ مش لازم رسالة واحدة، ممكن تبقى أكتر من رسالة. الرسالة الأهم بالنسبة لي إن اختلافنا أو إن إحنا مقاييس الجمال في الوجه وفي الجسم لو طبقناها على كل الناس كلنا هنبقى شبه بعض، هنبقى مسخ. يعني في سيدة تيجي تقول لي أنا عاوز أعمل دي، هنعملها لأن في مشكلة كبيرة، لكن المنطقة دي لا مش هعملها، الديفو فيها صغير، سيبي مجال لأن الاختلاف. وفي وجوه جميلة جدا ومشاهير وما نقدرش نقول أساميهم طبعا، لو ركزنا فيهم في ديفو بس هو جزء من جمالها وجود الديفو ده. دي الرسالة الأهم. في حاجتين يعني في الدراما في رمضان شفنا، يعني ده بيبقى دايما معرض، انا ما بتفرجش على الدراما، بتفرج على انا بحب السينما الغربيه، لما بتيجي حاجه حلوه بتفرج عليها. مسلسل لعب حبيته جدا اتفرجت عليه، كان ابداع يعني، لكن اللي شوف اللي حصل بعد كده لا، دراما فيها خلل كبير. المهم مش مقيم انا يعني، لكن خليني اقول انه اللي فوجئت بيه انه الستات الفنانات كتير منهم بقوا شبه بعض. بقى في كارثه وفي أسوأ يعني، وهي كانت حلوه جدا، حلوه جدا، ضيعت جمالها بنفس فكره برضه الفيلر يعني، حتى لو ابسط حاجه كده كل العينين اللي داخلين عاوزين يحقنوا بنفس الطريقه، فكره التكساس نيك الجو لاين، انت وشك حلو ان هو مدور، مش لازم نحدده بال وات ار يو دوينج، دي حقيقه فعلا. وات ار يو دوينج، انت عملتي ايه؟ انت بنوته، دي صغننه مالكيش دعوه بينا، احنا عندنا دي كبيره، احنا رجاله، دي كبيره عندنا انا. بالظبط، ليه انت تكبري هنا؟ ليه بيضه حلوه انت تكبري هنا؟ كلكم كبرتوا في الحته دي، كلكم بقى عندكم وش فوق وش تحت. بالظبط، كتير كده وش فوق وش، استنوا بقى لما الفيلر يروح، استنوا بجد والله يعني اتز باد بيهيفير من المريضة، من ومن الدكتور. ده حقيقة مش حلو. ده حقيقة. طب ايه السبب؟ خبرتنا، انا دايما اقول خبرة الجراح التجميل كل ما تكبر كل ما تخليه يختار عدد عيانين اقل يشتغلهم. تخليه يقول لا امتى؟ لما يحس ان العيانة مش محتاجة، او ان مهما عملت لها هي مش هتكون راضية، لان هي عندها مشكلة نفسية او في تقبلها لشكل جسمها. احنا قاسيين شوية؟ لا لا، بس عشان ما نوصلش في زي ما حضرتك بتقول للنتائج اللي احنا بنشوفها، لان ده الحقيقه بيسيء حتى لاطباء التجميل في العالم كله. احنا مش بنصنع عرايس، احنا بنعالج حالات مرضيه بالاساس مخالفه لمقاييس الجمال، وفي نفس الوقت احنا المفروض يبقى عندنا ايدين الفنانين، مش ان احنا ماشين بتشتغل عشان تطلع نسخ مكرره. يا اخي انت عندما تقود سياره حد راكب معاك بتوصله المشوار قال لك ادخل يمين، يا باشا الطريق يمين مقفول، انا بقول لك ادخل يمين، انا بقول لك الطريق اليمين مقفول وفي ترعه، وعلى فكره في سلعوه، لو انت مصر انقذت نفسك وتمام التمام وانقذت سلعوه، لكن لو انت سمعت كلامه في الاخر هيشتمك وهيقول ان انت وحش وهيقلد الاسود. انا قلت لك اعمل كذا، ما قلت لكش، مش انت الدكتور؟ بيحصل ايه اللي خلاك تسمع كلامي؟ انت نورتني وابدعت، شرف لي بجد، شرف لي والله، شرف لي انا. والحقيقه انا لما اقول للاكاديميين دايما مختلفين
يبقى أنا عندي حق. متشكر جدا لزوجك. أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، اسم لامع كبير قدير، ولسه ما شاء الله المستقبل قدامك، يعني هنسمع أكيد إنجازات ولا أروع ولا أجمل ما شاء الله. كل اللي أنت عملته ده في الوقت ده لما المستقبل هيكون أكيد أجمل بإذن الله إن شاء الله. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع بقوة في عالم جراحة التجميل، الأستاذ الدكتور أحمد الشريف، مدرس جراحة التجميل بكلية الطب واستشاري جراحات التجميل متخصص صاحب دكتوراه طبعا تجميل في جراحات تجميل الأنف، ده موضوع الدكتوراه بتاعه. استمتعنا بحواره، استمتع ولا أجمل ولا أدق في موسوعة، لكن منتظر زيارتك الجاية عشان نتكلم بقى في كل واحدة من دول يعني، وفي موال لسه بقى عايزين نشوف الدهون. طب لما تزرع، طب ايه بقى البرازيليا البط، ما في بنات بقى فعلا محتاجاها، طب السادي تبقى اشكاله ومش عارف ايه والكلام ده كله، ومحتاجين ناكد على الانف لان احنا برضو ما اديناهاش حقها باذن الله. الزيارة القادمة تكمل هذه الزيارة الجميلة في عالم مهم جدا اسمه عالم جراحة التجميل، اللي فيه جملة مهمة جدا لازم تجيد الاختيار وتتروي ويكون عندك الحكمة عشان ما تقوليش الجملة المشهورة جدا من اللي قالها العملاق العبقري محمود عبد العزيز في جري الوحوش، كنت فين يا لأ لما قلت أنا آه. خليكم على الناس الحلوة.